السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله. طبعا دي كلها حالات مرضيه احنا فرزناها كده وطلعناها على جنب، تمام اهو، وبدانا بقى ندخل بالعلاج، نشوف الوضع ايه، نظامه الحالات ايه وضعها. طبعا اكتر الحالات اللي هنا يا جماعه لقيتها تنفسي كله، يعني عشان كده انا حاطط كذا واحده مع بعض، يعني بحل مؤقت لحد ما نعمل المستشفى كويسه كده. طبعا التدخل بقى بالعلاج، تمام، انا بدي كل تريم اردني. طبعا شايفين الحاله، طبعا ايه، في تحسن. طبعا انا بدي الدواء ده اهو، كل تريم ده اتكلمت عنه قبل كده، ماشي، بديه للحمام كله. طبعا في الفم مباشر 3 شرط بسفنجة الانسولين يا جماعة، ماشي اهو، بسفنجة الانسولين 3 شرط في الفم مباشر كل 24 ساعة، تمام. دي برضو حالات، يعني احنا كل يوم كنا بنلف شوية نشوف ايه الوضع. طبعا ده تنفسي برضو، تمام اهو، برضو ايه، في حالة زي كده برضو، يعني الشغل ايه، واحدة واحدة كده بنبدأ كل يوم نعمل اعادة فلترة ونشوف الحالات اللي تعبانة، دمعة عين، تنفسي، امراض زي كده، بيتم العزل وبيتم فحص الحالة، نشوف الحالة ايه وضعها وبيتم التعامل معاها. دي يا جماعة المرحلة التانية، طبعا دي فقاسات زي ما انتم شايفين، زغليلة ايه، تمام، زغلول اهو، ماشي. طبعا الفقاسات ديت طبعا شغل زيادة انتاج، يعني بيكون عندنا حمام تحته بيض بيفقس، بنشيل احنا الزغاليل اهي ما شاء الله، اهي بنشيل احنا الزغاليل ونحضنها تحت الامهات اللي هي المنتجة، تمام. ده شغل تاني زيادة كده، بدل ما البيض يفسد ويترمى في الزباله، لا، بيتاخد ويتحط في الفقاسه ويفقس وبعد كده بنحضنه. الحالات المستجيبه طبعا للعلاج بتنعزل في مكان تاني لوحدها عشان خاطر تكمل كورس العلاج بتاعها بدون اي مشاكل اهو، واحده واحده كده لحد ما نظبط الامور ونظبط الدنيا ان شاء الله. ده فيديو قصير وكده حبيت اعبده ليكم، اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد.